الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر في غزة خلال 24 ساعة وسط ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى. أوكرانيا تجدد دعوتها للغرب بالإسراع في تسليمها الأسلحة الجديدة من أجل التصدي للهجمات الروسية. والصين وروسيا يعرضان فرض عقوبات على كوريا الشمالية ويؤكدان أنها عقبة لتحقيق السلام بالمنطقة. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، بدايتنا مع الزميلة جاكلين ماهر. إليك جاكلين. شكرا نسرين، وأهلا بكم مشاهدين الكرام، والبداية مع تطورات الحرب في غزة. استشهد 8 فلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل شرق مدينة غزة، وأشنت طائرات الاحتلال غارة على أحد المنازل شرق حي الشجاعية، ما أسفر عن 3 شهداء وعدد من الجرحى، كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة. في السياق ذاته استهدف قصف مدفعي منازل المواطنين في مناطق متفرقة في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما واصلت الطائرات شن غارة عنيفة على المحافظة الوسطى في القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. هذا وصل منها المستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أنه بذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32,623 شهيدا و 75,292 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة. وأضافت الوزارة أن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار واقتناعا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط بين وقف الحرب وإدخال المساعدات. اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يؤكد تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، لكنه يرى أنه لا يزال من الممكن وقف تدهوره. وشدد المفوض العام على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، وحث الدول التي علقت تمويلها للأونروا على إعادة النظر في قرارها للسماح للوكالة بأداء مهامها، بما في ذلك المساعدة على تجنب المجاعة. قال
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العوائق المفروضة على وصول الإغاثة أدت إلى إضعاف قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي تحديثه الدوري عن الوضع في غزة أفاد المكتب بأنه منذ الأول من مارس منعت السلطات الإسرائيلية 30% من بعثات المساعدة الإنسانية إلى شمال غزة و10% من البعثات إلى جنوب القطاع من الوصول. جاء أمر قضاة محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة ليظهر كذب الرواية الإسرائيلية التي أكد ممثلوها في دفاعهم أمام المحكمة ذاتها أنهم لا يعرقلون دخول المساعدات. بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، جاء أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة ليظهر كذب الرواية الإسرائيلية التي أكد ممثلوها في دفاعهم أمام المحكمة ذاتها أنهم لا يعرقلون دخول المساعدات. المحكمة قالت إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، وأعادت التأكيد على ضرورة أن تتجنب قوات الاحتلال أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان ألا ترتكب أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. كما أضافت أن الاحتلال لابد أن يتخذ إجراءات لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في أنحاء غزة بلا عوائق. يأتي أمر المحكمة في ظل تأكيد المنظمات الدولية بأن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات من خلال العديد من الإجراءات، والتي من بينها منع التصريح عن موظفي تلك المنظمات. وتشير شهادات موظفي إغاثة وبيانات للأمم المتحدة إلى أن الصعوبات المتعلقة بالحصول على تصريح إسرائيلية للموظفين الأجانب تعرقل جهود توصيل المساعدات إلى قطاع غزة. وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن هناك 45 طلب تأشيرة معلق، أكثر من نصفها لأكثر من شهرين، وكثير منها متوقف منذ نوفمبر على الأقل. عمليات التعطيل أثرت على 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة، مع تعليق 18 تأشيرة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وست تأشيرات لبرنامج الأغذية العالمي، وعدد مماثل لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، واثنتين لمنظمة الصحة العالمية. قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن المجاعة تمثل خطرا ووجودها محتمل جدا في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة. وأضاف المسؤول الكبير الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أن ندرة الشاحنة تمثل عقبة رئيسية أمام تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة المكتظ بالسكان والواقع تحت حصار الاحتلال الإسرائيلي. أكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن وصول المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، في حين يواجه أكثر من 1,100,000 شخص في غزة خطر المجاعة. وتأتي تصريحات المنظمة الأممية ضمن تحذيرات دولية متكررة من مجاعة وشيكة في قطاع غزة خاصة في الشمال. المزيد في هذا العرض والزميل كريم الخول. أهلا بكم. تتوالى التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة في قطاع غزة خاصة في الشمال، في ظل إجراءات الاحتلال التي تحول دون تدفق المساعدات الضرورية. الأمم المتحدة أكدت أنه لا بديل عن وصول المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، ومحذرة من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من 1,100,000 شخص في غزة خطر المجاعة. المنظمة الدولية أشارت إلى أن مكتبها المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا
في الأرض الفلسطينية المحتلة رصد تدفق الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية على المستشفيات، مؤكدة استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، رغم إعلان برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من 70% من شمال غزة يواجه جوعاً رهيباً. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن برنامج الأغذية العالمية لم يتمكن الشهر الجاري سوى من إرسال 11 قافلة مساعدات إلى شمال غزة، وذلك لجلب الغذاء إلى حوالي 74 ألف شخص، مؤكدة أن الشحنات اليومية ضرورية لمنع المجاعة. وكانت مؤسسة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد حذرت من انعدام الأمن الغذائي الكارثي بقطاع غزة، مشيرة إلى أنه ستكون لديها أسباب لإعلان مجاعة في محافظات شمال غزة بحلول مايو وفي جنوبها في يوليو المقبل. وأوضحت المؤسسة التابعة للأمم المتحدة أنها لم تعلن حالة المجاعة خلال 20 سنة إلا مرتين، أولاهما في الصومال عام 2011 والأخرى في جنوب السودان عام 2017. وفي انتهاك للقوانين الدولية تقيد إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة لاسيما عبر البر، وهو ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول المخاوف الدولية من حدوث مجاعة في غزة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لكم على طيب المتابعة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية أطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش بدون طعام ضمن فعالية حكاية خير، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الإسرائيلي. المائدة تأتي كرسالة معبرة عن التضامن الأسري والحدودي مع الشعب الفلسطيني، وتشتمل على إفطار بالتمر والماء واللبن بدون طعام تضامنا مع أهالي غزة. وقد شارك عدد من مؤسسات المجتمع المدني في العريش في تنظيم الإفطار بجانب النقابات المهنية والنوادي ومراكز الشباب والرياضة، كما تم تجهيز 100,000 وجبة إفطار وسحور وتم إرسالهم إلى أهالي غزة. هذا وأشادت أسرة غزاوية بسيناء بأطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش بدون طعام، التي تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نظرا للأحداث التي يمر بها القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي. وقال سليم الشاعر، وهو فلسطيني يقطن بالعريش، إن فكرة المائدة رسالة واضحة وقوية تدل على وقوف الشعب المصري وشعب سيناء بجانب الأشقاء في فلسطين. وأضاف في تصريحات خاصة أن المائدة يتم تنظيمها من خلال مجلس القبائل والعائلات المصرية ويشارك بها أهالي العريش، الأمر الذي يدل على تكاتفهم مع فلسطين، مؤكدا أن فكرة المائدة ترفع الروح المعنوية لدى أهالي غزة.
هذا ويواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، ووصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بذلت مصر كل الجهود الممكنة والمستمرة من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي. المزيد حول أبرز الجهود المصرية لمساندة سكان غزة ودعم القضية الفلسطينية نتابعه في سياق العرض التالي. تعتبر الدولة المصرية القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للأشقاء في فلسطين على قمة أولوياتها، وهو ما ظهر في مساعي مصر الصادقة لدعم الشعب الفلسطيني خلال التصعيد العسكري الجاري في غزة. كانت ولا تزال القضية الفلسطينية على قمة أولويات الدولة المصرية، حيث تعتبر جزءا من الأمن القومي المصري، ويعد موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابتا لا يتغير منذ عقود، حيث تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني، والذي ظهر جليا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. فمنذ اللحظة كانت مصر حاضرة وبقوة على خط الأزمة، حيث انخرط الرئيس السيسي في اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء العالم، دعا خلالها كافة الأطراف إلى دعم التهدئة وتغليب صوت العقل والحكمة والحفاظ على حياة المدنيين باعتباره أولوية قصوى. كما تضمنت الاتصالات الرئاسية بزعماء العالم التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مع تأكيد موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير. تزامنت تلك المساعي مع دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام، والتي استضافتها العاصمة الإدارية بحضور دولي رفيع المستوى. وجاءت كلمة الرئيس السيسي أمام القمة بمثابة خارطة طريق
لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف العنف الدائري في قطاع غزة. ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتنتقل فورا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. على المستوى الإنساني، سارعت مصر كعادتها إلى تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني، وخصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة، تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة. كما قررت مصر استقبال عدد من المرضى من سكان قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وهي الخطوة التي لاقت إشادة وترحيبا دوليا واسعا، وكشفت عن صدق عمق العلاقات بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق. واستكمالا لمسيرتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، شاركت مصر في تحالف دولي لإسقاط مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. تزامن ذلك مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن جسر جوي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات على شمال غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء. يأتي ذلك مع استمرار مصر فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع، وذلك انطلاقا من جهودها الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. شن طيران الإسرائيلي غارة على منطقة البازورية في جنوب لبنان وسط تصاعد أعمال القصف عبر الحدود. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الغارة أسفرت عن مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ في حزب الله. اتهمت سوريا الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عدد من النقاط في ريف حلب، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين. وجددت الخارجية السورية دعوة دول العالم كافة لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، محملة دولة الاحتلال مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة. أدانت وزارة الخارجية الروسية العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة سوريا وللقواعد الأساسية للقانون الدولي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن الطائرات الإسرائيلية تنفذت هجمات على محيطي حلب ودمشق، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات من بينهم مدنيون، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد سوريا تشكل انتهاكا صارخا لسيادتها وللقواعد الأساسية للقانون الدولي. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة المساعدات الغذائية الكبرى في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية للأهالي الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء. وأوضح التحالف أنه تم توزيع نحو 720 كرتونة في التجمعات السكنية بمدينة الحسنة ومدينة التحدي والصمود في وسط سيناء وفي ضواحي مدينة العريش. أيضا يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لدعم الأهالي من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح خلال شهر رمضان المبارك. والخير بينا وهيفضل جوانا أنا وأنت
تغير والخير لو من شافه صغير تصبح تلاقي في وقت قصير سايب ذكرى ومدام عايشين هتلاقي الخير فيها بالملايين ونفاق سنين السكة هنفضل فيها ماشيين هنكمل فيها وهنكبر. بدأنا برنامجنا السنة دي بشهر رمضان المبارك ب10,000 كرتونة، تم توزيع 10,000 كرتونة على مستوى محافظة مطروح، وبدأنا برنامجنا الآخر في الموائد الرحمن، مائدة في مدينة الحمام ومائدة في رأس الحكمة، بنطلع حوالي 47,000 وجبة في شهر رمضان الكريم للأسر الأكثر احتياجا، وبنطلع يومي 1,500 وجبة على مستوى الموائد، و650 وجبة سخنة بيطلعوا خارج الموائد يوميا ما بين مدينة رأس الحكمة حتى مدينة الحمام والضبعة، بيطلع 650 وجبة، وده يعني تحت توجيهات ورعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. مفيش أقوى من المصريين لما بيتجمعوا على أي حاجة، فما بالك لما يتجمعوا على الخير، بس السنة دي لمتنا غير. نظمت مؤسسة صناع الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مائدة إفطار رمضانية يومية في ساحة ميدان مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وتقدم المائدة أكثر من 2,000 وجبة ساخنة يوميا على المترددين، بالإضافة إلى 2,000 وجبة أخرى للمواطنين في منازلهم، وتستقبل المائدة الصائمين حتى نهاية شهر رمضان الكريم. هذا واتجهت قوافل السعادة والتابعة لمؤسسة حياة كريمة إلى مركز شباب الساحل بشبرا الخيمة لنشر البهجة والتواصل مع الأهالي هناك، وقامت المؤسسة حفل إفطار يسع نحو 1,500 مواطن، بالإضافة لأنشطة وفعاليات عقبة الإفطار للأسر الموجودة وتوزيع جوائز على عدد كبير من الحاضرين. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، وذلك باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى. وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد بريس الأمريكية أن مبلغ 1 مليار يورو المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7,400,000,000 يورو من المساعدات المالية الموجهة لمصر، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي يوم 17 من شهر مارس الجاري. وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحا وقروضا ميسرة لمدة 3 سنوات. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عدم مشاركة موسكو في المؤتمر الذي أشار إليه وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا، ويهدف لحل الأزمة الأوكرانية. يأتي هذا في وقت كان قد قال فيه وزير الخارجية الأوكراني أن المفاوضات مع روسيا بشأن تسوية نزاع المسلح مع أوكرانيا يمكن أن تتم بين القمتين الأولى والثانية لما يسمى بصيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. ك
كشف قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي أن جنوده يقاتلون على الجبهة بأسلحة وذخائر قليلة أو حتى معدومة، مجددا دعوته للغرب بتسليم العتاد الحربي إلى بلده بوتيرة أسرع من أجل التصدي للهجمات الروسية. وقال سيرسكي خلال مقابلة صحفية أن الوضع على الجبهة بات متأزما في بعض المواقع، مشيرا إلى أن روسيا كثفت بشكل كبير أنشطة قواتها الجوية مستخدمة قنابل جوية مسيرة تدمر مواقع الجيش الأوكراني. إلى هذا قال مسؤولون إن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت صاروخين روسيين في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب بلاد، وأصاب حطامهما بنية تحتية مدنية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص. وأشار رئيس بلدية أوديسا إلى وجود صبي يبلغ من العمر 15 عاما من المصابين. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا إن القوات الروسية وجهت ضربات صاروخية على المناطق الصناعية والسكنية في أوديسا. فرضت أوكرانيا تقنينا طارئا للتغذية بالتيار الكهربائي في مناطق عدة بعدما ألحقت ضربات روسية جديدة أضرارا بالغة بثلاث محطات للطاقة الحرارية، ما دفع كييف لطلب المساعدة من حلفاء غربيين. وقالت القوات الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت 99 مسيرة وصاروخا خلال الليل باتجاه أوكرانيا، وإن منظومات الدفاع الجوي للبلاد دمرت أكثر من نصفها. وكثفت موسكو هجماتها الجوية على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة مستهدفة شبكة الطاقة خصوصا، قائلة إن ذلك أتى ردا على الهجمات التي تشنها كييف على مناطقها الحدودية. في استمرار للتصعيد بين طرفي الحرب المندلعة منذ أكثر من عامين، تواصل روسيا وأوكرانيا تبادل الهجمات الجوية بالطائرات المسيرة والصواريخ. ففي هجوم جديد على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، أعلنت السلطات هناك أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ألحقت أضرارا بمنشآت للكهرباء. إذ قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا إن الهجمات الروسية أصابت محطات حرارية ومائية في وسط وغرب البلاد، مؤكدة تضرر محطات للطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية. في غضون ذلك أكد الجيش الأوكراني أن قواته الجوية دمرت طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا، مشيرة أيضا لإسقاط عدد من الصواريخ. في المقابل أعلنت الدفاعة الروسية إسقاط صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على مقاطعة بلغرود جنوب غربي روسيا، حيث أفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولة أوكرانية جديدة لشن هجوم برجمات صواريخ. يأتي ذلك في ظل شن القوات الأوكرانية هجمات بشكل شبه يومي على المناطق الحدودية مع روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية على صعيد متصل. أدى تزايد حدة المواجهات العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية خلال الأيام الأخيرة إلى دفع قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية على نشر طائرات بولندية وأخرى لدول حليفة في المجال الجوي للبلاد، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان وارسو أن موسكو انتهكت المجال الجوي لها بصاروخ كروز أطلق على أهداف في غرب أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 795 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 21 صاروخا و175 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال 24 ساعة الأخيرة. وأعلنت الدفاع الروسية استخدام صواريخ كينجال فرط الصوتية في استهداف مواقع للطاقة والدفاعات الجوية الأوكرانية. أكدت روسيا أنها لن ترسل مجندين حديث العهد لأداء الخدمة العسكرية في الأقاليم الجديدة أو للمشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا. وقال نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إن موسكو أنجزت بالفعل عملية التعبئة المقررة في حملة الخريف الماضي لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة الروسية، حيث جرى استدعاء 130 ألف شخص. We'll be right back.
قضت محكمة في منطقة باسماني في موسكو باحتجاز لطف الله نريماد وهو المشتبه به التاسع في الهجوم الدامي على قاعة للحفلات الموسيقية الأسبوع الماضي حتى 22 من مايو في انتظار محاكمته. يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنييه بزيارة للصين الاثنين المقبل مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 60 عاما على إقامة علاقة هامة الدبلوماسية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليان جيان إنه تلبية لدعوة من وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير خارجية البلاد. سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنييه بزيارة للصين في الأول من إبريل المقبل، ويجري الوزير الفرنسي لقاء مع نظيره الصيني في مجمع دياو يوتاي في بكين حيث استقبال المسؤولين الأجانب. قالت الصين إنها تعارض فرض عقوبات بشكل أعمى على كوريا الشمالية بعد امتناع بكين عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عطلت فيه روسيا تجديد تفويض لجنة خبراء مكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات على بيونغ يانغ. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لينا جيان إن الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية ما زال متوترا وأن فرض عقوبات بشكل أعمى لا يمكن أن يحل المشكلة. اعتبرت روسيا أن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية تمثل عقبة أمام تعزيز الحوار والسلام في شبه الجزيرة. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السنوات الماضية أثبتت أن القيود الدولية لم تساعد على تحسين الوضع الأمني في المنطقة، وأضافت أنه في ظل غياب آليات لمراجعة تدابير العقوبات بطريقة مخففة تظل هذه الأداة مصدر إزعاج خطرا يعوق بناء الثقة والحوار السياسي. قالت وكالة رويترز للأنباء إن قائد البحرية التايوانية تانغ هوا سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لحضور مراسم عسكرية ومناقشة تعزيز التعاون البحري الثنائي في ظل تصاعد التهديدات الصينية للجزيرة. ونقلت رويترز عن مصادر أمنية إن تانغ سيزور هاواي مقر القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لحضور مراسم تغيير قيادة أسطول المحيط الهادئ. قالت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية أن الدفع المستمر للحكومة باتجاه الإصلاح الطبي هو من أجل الشعب وأنه لا يمكن أن يخضع للمفاوضات رافضة فعليا دعوة المجتمع الطبي لتعديل خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بشكل ملحوظ. وقد قام أكثر من 90% من الأطباء المتدربين والمقيمين في البلاد البالغ عددهم 13,000 بالإضراب في شكل استقالات جماعية منذ 20 من فبراير احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار 2000 مقعد بدءا من العام المقبل. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ستشهد هذا العام أسوأ موسم لحمى الضنك على الإطلاق في تفشٍ للوباء أرجعته إلى الاحتباس الحراري وظاهرة النينيو المناخية. وحمى الضنك هي مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة بالفيروس. شبح حمى الضنك عاد ليخيم بقوة على بعض الدول ولا سيما الدول الأمريكيتين، تلك العدوى الفيروسية التي تنتقل عن طريق البعوض وتنتشر على نطاق واسع في البلدان الحارة. منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر من أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ستشهد هذا العام أسوأ موسم لحمى الضنك على الإطلاق في تفشي للوباء عزته إلى الاحتباس الحراري وظاهرة النينيو المناخية. من المحتمل أن يكون هذا هو أسوأ موسم لحمى الضنك، لذا فإن هذا السبب مهم للغاية بالنسبة للدول التي تشهد حاليا زيادة في انتقال المرض والتي تعاني من الوباء، فهي بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتوفير المزيد من الإجراءات لتوفير مكافحة ناقلات الأمراض.
ومنذ مطلع العام أي في أقل من 3 أشهر سجلت السلطات الصحية في المنطقة أكثر من 3.5 مليون إصابة بالفيروس نجمت عنها 1000 وفاة. تلك الأرقام مدعاة للقلق بحسب منظمة الصحة العالمية لأنها تمثل 3 أضعاف الحالة المبلغ عنها في نفس الفترة من عام 2023 الذي كان عاما قياسيا، إذ سجلت خلاله أكثر من 4.5 مليون حالة، مرجحة أن يكون عام 2024 أسوأ موسم لحمى الضنك على الإطلاق في أمريكا. وتشمل أعراض حمى الضنك الصداع والقيء والطفح الجلدي فضلا عن آلام العضلات والمفاصل، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى نزيف ثم الوفاة، مع أنه من النادر للغاية أن يتسبب هذا المرض بوفاة المصاب به. عجزت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية من التوصل إلى اتفاق دولي يهدف إلى تحضير العالم بشكل أفضل لمواجهة جائحة قد تحل في المستقبل على أن تستأنف المناقشات في مايو. المزيد في التقرير التالي. نتابع. لا يزال العالم منقسما حول ما يجب فعله حال التعرض لعدوى جديدة بعد جائحة كورونا التي عصفت بدول العالم أجمع. منظمة الصحة العالمية شهدت خلافات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لتجنب تكرار الأخطاء القاتلة والمكلفة المرتكبة خلال إدارة جائحة كورونا. فبعد عامين من المفاوضات عجزت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية من التوصل إلى اتفاق دولي يهدف إلى تحضير العالم بشكل أفضل مواجهة جائحة قد تحل في المستقبل، لكن الأمل في التوصل إلى اتفاق ما زال موجودا، حيث ستصيغ هيئة التفاوض الحكومية الدولية التي تقود النقاشات نصا جديدا بحلول 18 أبريل المقبل، وستعمل على استكمال المناقشات بحلول شهر مايو. ومن بين المواضيع الرئيسية التي لا تزال موضع نقاش الوصول إلى العناصر الممرضة الناشئة وكيفية الوقاية ومراقبة أفضل للأوبئة وتمويل موثوق ونقل التكنولوجيا إلى أكثر الدول فقرا. وتريد الدول الأوروبية أن تستثمر المزيد من الأموال في الوقاية، في حين تطالب الدول الأفريقية التي أهملت خلال جائحة كوفيد بالحصول على المؤهلات والتمويل، فضلا عن الوصول المناسب إلى الاختبارات واللقاحات والعلاجات. أما الولايات المتحدة فتشدد على ضمان الشفافية والتشارك السريع للبيانات عند ظهور أي مرض غير معروف. وما يزيد من صعوبة المناقشات أن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية معتادون على التوصل إلى اتفاقات بتوافق الآراء من خلال إيجاد أرضية مشتركة، وهو إجراء يحتاج عادة إلى سنوات. يبدأ غدا السبت تشغيل رسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن. وقال وزير الكهرباء العراقي إن الطاقة المجهزة للربط في المرحلة الأولى تبلغ 40 ميجاوات، وأضاف أن طول خط الربط الكهربائي يبلغ 330 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، إضافة إلى 6 كيلومترات داخل الأردن. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده قررت التركيز على خفض إنتاج النفط وليس الصادرات في الربع الثاني من أجل تقاسم تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع دول أخرى أعضاء في أوبيك بلس. كانت روسيا أعلنت أنها ستخفض إنتاجها وصادراتها النفطية بمقدار 471 ألف برميل أخرى يوميا في الربع الثاني بالتنسيق مع بعض الدول في أوبيك بلس. أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض في يناير الماضي إلى أكثر من 12 مليون برميل في اليوم، بتراجع 6% عن ديسمبر بعد طقس بارد عطل بعض الإنتاج. وأظهرت البيانات أن إنتاج النفط الخام في تكساس انخفض أيضا في يناير الماضي إلى أكثر من 5 ملايين برميل في اليوم في نزول بنحو 5% عن الشهر السابق. هذا وانخفض الإنتاج في نورث داكوتا بنحو 13% إلى أكثر من 1 مليون برميل في اليوم. هذا وارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بشكل طفيف في فبراير، وتباطأت تكاليف الخدمات خارج
قطاع الإسكان بشكل كبير، مما يجعل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في يونيو قابلا للنقاش. وارتفع التضخم الأساسي 2.8% على أساس سنوي في فبراير بعد ارتفاعه 2.9% في يناير. رياضيا، يتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف على مضيفه سيمبا التنزاني في المباراة التي تجرى حاليا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. هذا وأحرز هدف النادي الأهلي اللاعب أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة. وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي. هذا ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في ذهاب الدور الربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. وستقام المباراة يوم الأحد المقبل على استاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل على استاد القاهرة. تنطلق غدا السبت مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستشهد هذه الجولة العديد من اللقاءات المثيرة. ويلتقي فريق برينتفورد نظيره مانشستر يونايتد، حيث يحتل اليونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز 15 برصيد 26 نقطة. هذا ويستأنف ليفربول مشواره في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بمواجهة برايتون يوم الأحد على ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة 30 من المسابقة. ويوجد ليفربول في وسط جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 64 نقطة، وهو نفس عدد النقاط الذي يمتلكه أرسنال، ولكن الأخير يتصدر الترتيب بفارق الأهداف. يلتقي مانشستر سيتي ضيفه أرسنال مساء الأحد في قمة مباريات المرحلة 30 لمسابقة الدوري الإنجليزي والتي يستضيفها ملعب الاتحاد. وتصدى أرسنال الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004 ترتيب البطولة برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ليفربول والمتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يوجد مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة في المركز الثالث برصيد 63 نقطة. يستضيف فريق برشلونة نظيره لاس بالماس مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني الممتاز. ويحتل برشلونة المرتبة الثانية في جدول ترتيب الليغا وفي رصيده 64 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر ريال مدريد. وحال الانتصار على بالماس سيقلل الفارق إلى 5 نقاط ليضغط على النادي الملكي الذي يلتقي مع أتلتيكو بلباو في الجولة ذاتها. أخبار الطقس مشاهدين، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس لطيف على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. We'll be right back.
وصلنا مشاهدينا لختام نشرة التاسعة مساء وإلى أهم عناوينها. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر في غزة خلال 24 ساعة وسط ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى. وأوكرانيا تجدد دعوتها للغرب بالإسراع في تسليمها الأسلحة الجديدة من أجل التصدي للهجمات الروسية. الصين وروسيا يعارضان فرض عقوبات على كوريا الشمالية ويؤكدان أنها عقبة لتحقيق السلام بالمنطقة. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحية زميلة نسرين فؤاد ونانجا كيل ماهر. إلى اللقاء بإذن الله.